إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 16/2016، على العموم ما هو شرط المدير ولا هو نوع السيارة. هذا جاني قبل فترة، سويت له صيانة عامة ومن ضمنها تغيير البواجي، ولكن تغيير البواجي بدون سلاك. طلع من عندي والأمور طبيعية، وأساسا هو جاني وعنده الأمور طبيعية، يعني ما عنده مشاكل. بعد 2 أو 3 أيام قال لي عندي تقطيع. طبعا الرجال انا كنت شاك في البواجي لانه قصرت قبل فتره ومنزل عنها في القناه انه في واحد مغير البواجي عشان صيانه دوريه، وبعدها بيومين 3 أيام بعد التركيب ما كان فيه مشاكل، لكن بعدها بيومين 3 أيام صار عنده تفتفه. لما جاني طلع عنده سرندل رقم 8 كان فيه مسفاير، لما شيكنا على البواجي او الداتا طبعا طلع المشكله من البواجي، مع انه البواجي كان اصلي وجديد. فكان جاني شك، لكنه السياره هذه مية حقه احتمالات ولا تخمين. لما جاني شكليا وواقعيا ما شاء الله تبارك الله، والله اصبع ما يكون، سير صافيه، حتى والله كنت اشكك الرجال. فدعسها بنزين ما في مشاكل، فقلت ادخل على الفحص الكمبيوتر، طبعا طلع لي مس فاير الكود اللي هو B0300، طبعا ما في شيء محدد. رحت على البيانات الحيه كلها معطيني الاصفار السرندلات ما عاد رقم 6. المشكله اللي تتفتف هذه تيجي وتروح وبسيطه، في مقدار ما بين 4 الى 2، ما بين 4 الى 2. طبعا رقم 6 طبعا تقسيمة البواجي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. جينا للسابع اللي هنا، انا اسمع كان في صوت كذا زي الطقة، وعلامة الطقة هذه في الاسلاك البواجي معناته انه في تهريب، والتهريب حق الاسلاك طبعا بسيط. طبعا احنا غيرنا البواجي ما غيرنا اسلاك، لانه هو الافضل انه غير اسلاك، لكن كان قيمتها شوي مبالغ فيها، الحدود 300 ريال والبواجي 150، فقلنا نحاول انه نخفف التكاليف، وطلع ما عندنا ما في شيء وصافي السياره، لكن سبحان الله ما كان مع الفك والتركيب صار في شويه ضعف في الاسلاك. ف غيرت سلك من الاسلاك اللي طبعا شوف الاسلاك او السلك القديم، طبعا ظاهريه ما في اي شيء، ظاهريه ما في شيء. على العموم مجرد ما يطلع عندك صوت طق بسيطه كهربائيه في الاسلاك اعرف انه عندك تسريب كهرباء. غيرنا سلك البوجي الجديد، والان ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا عندي هنا 6 معطينا اصفار الان كلها. اول معطيني 6 4 2 4 2، انا في مسفار ضعيف، فاحد المشاكل التفتفه. طبعا هو ما عنده تفتفه، هو يقول عنده تقطيعه، خصوصا مع لما يمشي حس عنده تقطيعه. طبعا التقطيعه هذه طلعت للاسف من سلك البواجي، عنده تسريب كهرباء، تم تغيير البواجي او سلك البواجي وانتهت الموضوع. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.